عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنصور مع بعض حلقة جديدة من برنامج ستوري اوف اناليسز او حكايات في التحاليل الطبية. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الروتين نيرون اناليسز او تحليل البول. حلقة النهاردة هي مقدمة في تحليل البول، الحلقة التمهيدية، الحلقة الاهم. هتفهم في حلقة النهاردة هو البول ده ازاي يتكون، وهتعرف حجم البول، وكمان هتعرف علاقة حجم البول بالجي اف ار جلوميولار فلتريشن ريت، وهنشرح الجي اف ار بالتفصيل الممل. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. قبل اي حاجة هتلاقي في حلقتين مهمين جدا في الديسكريبشن تحت الفيديو. الحلقة الاولى هي فسيولوجية الكلية، الكلية دي بتشتغل ازاي، والحلقة التانية هي حلقة الجي اف ار. اتفرج عليهم لان هم هيساعدوك في فهم حلقة النهاردة. تحليل البول الروتين يورين اناليسز او الكومبليت يورين اناليسز، واحد من اهم التحاليل اللي بتجيلي في المعمل، واحد من اشهر التحاليل اللي بتجيلي في المعمل، واحد من اخطر التحاليل اللي انا ممكن اشتغلها جوه المعمل عندي. لو حصل عندي مشكله في الليفر هتلاقي عندك بالروبين ويروبيلينوجين في البول، ولو حصل عندك مشكله في الكدني هتلاقي عندك البيومين، هتلاقي عندك ار بي سي، هتلاقي كاستات، هتلاقي حاجات كتيره مهمه جدا. لو عاوز تعرف الست حامل ولا مش حامل ممكن تعمل لها تحليل حمل في اليورين، ولو الست حامل وعاوز تعرف عندها تسمم من الحمل ولا لا ممكن تعمل البيومين في اليورين. تحليل اليورين واحد من اخطر التحاليل، احنا بنسميه مراية الجسم، بيعكس لكل حاجة جوه جسم الانسان. تعال نتكلم عن ازاي البول اتكون عندي. البول بيتكون عندي على 3 مراحل، يلا بينا نشوف ايه اللي بيحصل عندي. اول حاجة المرحلة الاولى وهي مرحلة الفلتريشن، مرحلة الفلترة. المرحلة الثانية وهي مرحلة إعادة الامتصاص اللي هي absorption. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإخراج الإكسكريشن. تمام؟ يلا ناخدوهم مرحلة مرحلة ونقول النقط المهمة فيهم. أول حاجة مرحلة أو عملية الفلتريشن. اللي بيحصل عندي فيها؟ قالك بيحصل فيها إن المواد صغيرة الحجم والمياه الموجودة بالبلازما بيحصل ليها فلترة وتخرج من الأوعية الدموية الصغيرة اللي هي الجلوميرولس الى البومن سبيس وتبدا تكون ليا الفلتريت. فهمت ايه منها؟ قالك بكل بساطه فهمت ان اي حاجه حجمها كبير مش هتنزل عندي في البول، وبالتالي اي مواد كبيره الحجم لا تخرج في البول زي الار بي سيز وايه والالبيومن. وفي حاله وجود ار بي سيز او البيومن في البول اللي بيحصل عندي هنا في مشكله كبيره جدا في الكليه، recommended for kidney function عشان نعرف ايه سبب نزول الالبيومين وايه سبب نزول الاوبسيس في البول عندي. ركز قوي في اللي جاي. المرحلة رقم 2 اللي هي absorption وهي مرحلة الامتصاص، ركز معايا فيها قوي. بص يا سيدي، انا ما بتخلصش من كل المواد صغيرة الحجم والمية اللي حصل لها فلتريت، تمام؟ لان الجسم بيحتاج اكبر قدر منها، تمام كده؟ فبيحصل عندي عملية ايه؟ الامتصاص ليها الـ reabsorption. تمام؟ طيب من الأنابيب، يعني بيحصل إعادة الامتصاص دي منين؟ من الأنابيب الـ renal tube. تمام كده؟ طيب إلى الأوعية الدموية الموجودة حوالين الأنابيب. تخيل أنت عندي دي الأنبوبة عليها وعاء دموي، اسمه إيه بقى؟ قال لك اسمه بري tubular capillaries. تمام؟ عملية الـ reabsorption دي بتحصل على طريقتين، الطريقة الأولى وهي الباسيف ترانسبورت، والطريقة الثانية وهي الاكتف ترانسبورت. ركز معايا قوي، هو الباسيف ترانسبورت وايه الاكتف ترانسبورت؟ تعال نقول. قال لك الباسيف ترانسبورت وهو انتقال المواد من الانابيب ذات التركيز العالي الى الدم ذات التركيز المنخفض. مين اشهر مثال عندي؟ قال لك اليوريا. تمام؟ اما الاكتف ترانسبورت هنا بحتاج لطاقة لاتمام عملية ايه؟ النقل. ومين اشهر مثال عندي؟ قال لك اعادة امتصاص الجلوكوز. وهنا نقف ونقول مصطلح في غاية الخطورة، الرينال ثري شولت. تمام؟ يعني ايه كلمة رينال ثري شولت؟ بكل بساطة قال لك هو اقصى كمية من مادة تستطيع الكلية اعادة امتصاصها. مين اشهر رينال ثري شولت عندي؟ هو الجلوكوز رينال ثري شولت. تعال افهمك، لو انا عندي نسبة السكر في الدم، قال لك العتبة الكلوية عندي تمام لحد 180 ملي جرام بروديسيليتر في السكر ما بيظهرش عندي في البول.
اعلى من 180 يظهر اقل من 180 يظهر، يبقى الرينال ثريشولد عندي كام؟ 180. لو زادت عن 180 الكليه ما بتقدرش تعمل اعاده امتصاص فبلاقيه بينزل عندي في البول، قلت عن ال 180 بيحصل اعاده امتصاص كلي ولا يظهر في البول عندي. تمام؟ المرحله رقم 3 وهي مرحله الاكسكريشن. تمام؟ مرحله ايه؟ الاكسكريشن. اكتب المعادله اللي هقول لك عليها دي. amount excreted urine بتساوي amount filtrate زائد amount secreted ناقص amount reabsorption. المعادلة دي اسمها ايه؟ الـ GFR، فيما يعرف باسم الـ GFR أو معدل الفلترة. لحد هنا اليورين اتكون خلاص، تمام كده؟ طيب يعني ايه كلمة GFR؟ قال لك glomerular filtration rate، معدل فلترة الكلية في الدقيقة. يلا نشوف ايه علاقة معدل فلترة الكلية في الدقيقة بحجم البول. بس قبل ما ادخل على الجزء الثاني في حلقة النهاردة، في شوية مصطلحات مهمة جدا 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 لازم تعرفهم. المصطلح الاول هو ديوريسز. يعني ايه كلمة ديوريسز؟ قالك ديوريسز معناها اليورين برودكشن او انتاج اليورين. تاني مصطلح عندي وهو البوليوريا، وده معناه ماركت انكريزد ان يورين، يعني انا عندي البول بيتم انتاجه بكميه كبيره جدا. طيب المصطلح اللي عليه الدور وهو اولجيوريا، وده معناه ماركت ديكريزد ان يورين، البول بيتم انتاجه بكميه قليله. رابع مصطلح عندي وهو انيوريا، وده معناه نو برودكشن يورين، انا ما بيتمش انتاج اليورين عندي. تعالى نتكلم عن الـ GFR بالتفصيل الممل، glomerular filtration rate. يعني ايه بالعربي؟ قالك بالعربي معناه معدل فلترة الكلية في الدقيقة. معدل ايه؟ فلترة الكلية في الدقيقة، تمام كده؟ طيب الكلية بيدخلها دم قد ايه كل دقيقة؟ قالك بيدخلها لتر اللي هو 1000 ملي. طيب الهيماتوكريت قالك بيكون 40% RBCs و 60% بلازما، صح؟ مش هو حجم الاربسيز بالنسبه للدم الكلي، وفي الغالب بيكون 40%، يعني ال 1000 لتر دول فيهم 400 اربسيز و 600 بلازما. حلو الكلام كده؟ طيب ال 600 بلازما دول بيتم فلتره منهم قد ايه كل دقيقه؟ قال لك بيتم فلتره منهم 120 ملي كل دقيقه، وعشان كده النورمال جي اف ار 120 ملي لكل دقيقه. تمام؟ ده الكل ايه؟ دقيقة. طب بيتم فلترة قد ايه في اليوم كله؟ تعال نشوف. هو اليوم فيه كام ساعة؟ في 24 ساعة. والساعة فيها كام دقيقة؟ قال لك فيها 60 دقيقة. طب هتضرب لي 120 في 60 اللي هو في الساعة، الفلترة في الساعة هتساوي كام؟ 7200. هتضرب ال 7200 في ال 24 ساعة هيديك حوالي 172 لتر. تمام؟ وده على مدار اليوم كله. ده رقم كبير جدا، انا بوديه فين ده؟ قال لك ما هو من حكمه ربنا سبحانه وتعالى ايه بقى؟ قال لك من حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان 99% من الكميه دي بيعاد امتصاصها مره ثانيه، وبطرد بس 1% اللي هو حوالي لتر 700 ملي، وده حجم البول. يبقى انت هنا عرفت البول يتكون ازاي، وعرفت الحجم الطبيعي للبول في الشخص الطبيعي اللي هو حوالي لتر 700 ايه؟ ملي. تمام كده؟ اخر جزء في حلقة النهاردة وهو ايه اهمية تحليل البول. قالك اول حاجة بيساعد على التفريق بين نوع الصفرة. هو مش احنا شرحنا في حلقة البلوبين وقلنا في حالة وجود الدايركت بلوبين دوت بيظهر عندي الصفرة في البول، اما الاندايركت ما بيظهرش عندي نتيجة لانه لا يزف في الماء، يبقى انا كده فرقت بين انواع الصفرة. قالك كمان بيساعد في حالات امراض الكبد الليفر ديزيز، وكمان في حالات الكلية زي رينال فيليور اللي هو الفشل الكلوي، وزي النفروتيك سندرومي، وكمان لو عندي عدوى شديدة للمسالك البولية بالبكتيريا يورينري تراكت انفكشن اليو تي اي، فبلاقي باص وبلاقي ليكوسايت وبلاقي بكتيريا وبروح اعمل كالتشر اند سنستيفيتي. كمان مهم جدا في ايه؟ قال لك في الحمل. واحدة عاوزة تعمل تحليل حمل ومش عاوزة تروح المعمل، بتعمل تحليل حمل في البول. طيب ايه كمان؟ قال لك مش ساعات بيحصل تسمم في الحمل نتيجه لوجود الالبومين؟ قال لك قال لك بتقيس الالبومين في اليورين. تمام كده؟ يبقى بيساعد على تشخيص الحمل وتشخيص تسمم الحمل. واخيرا مهم جدا في تشخيص الاملاح.
كانت حلقة النهاردة مقدمة بسيطة في اليورين ازاي يتكون ويعني ايه كلمة جي اف ار وحجم البول في الشخص الطبيعي. ان شاء الله الحلقات الجاية هنبدأ نشرح بقى اليورين من ساعة ما يدخل المعمل لحد ما نطلع التقرير للطبيب المعالج. اتمنى حلقة النهاردة تكون مفيدة بالنسبة لك. لو عجبتك الحلقة تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معكم كابتن انالسيس، باي.